إذن هذه مدينة تاظروك الواقعة بين هذه الجبال الحدباء والمتميزة بمناخها، يعرفها لنا الصديق وهو أستاذ لغة إنجليزية ومهتم بتاريخ المنطقة. يعني نطالب يعني السلطات المحلية على مستوى الولاية يعني بتعبيد الطريق الرابط بين طمنراسة مرورا بتاهفة إلى تازروك، لأنها الطريق الأقرب بالنسبة لنا لطمنراسة، وهي طريق سياحية يعني فيها مناظر سياحية ما شاء الله، تفك العزلة أيضا عن المدينة. في حين يرى الكثير من قاطنيها ومن الطبقة المثقفة أن المدينة رغم توفرها على بعض المرافق إلا أن النقائص بها موجودة، خاصة في مجال القطاع الصحي. لنا نفول يقدون نفول أوس جميع القطاع الصحة تير تلوغ الدولة أن تكفى غوان الصحة أتقل تزرق جنس المؤسسة الاستشفائية لا على مستوى الدائرة تزرق طال المؤسسة الاستشفائية لباس أن تغطى ضرور المناطق مدنت الدائرة سواء دغين دغ تزرق دغد من دغ دلس من دغ أمجد أو غمدا إني إن المديرية الصحة تمغست تكفى الأهمية تقتي القطاع والصحة تمغست مبارك هو